السلام عليكم، مرحبا طلاب، شلون الصحة؟ إن شاء الله كلكم بخير يا ربي. نكمل محاضرتنا lecture 5. اليوم راح نحكي عنها إن شاء الله، ناخذ الجزء الثاني من البوليان الجبرا اللي تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة. راح ناخذ اليوم جزء من النظريات أو theorems. theorems يعني النظريات، فراح ناخذ مجموعة من هذه النظريات اللي هي هذه النظريات مطالبين بها بحفظها. هي تنفهم أكثر مما هي تنحفظ. هم عددهم بالبداية راح نعطيكم 8 نظريات تشمل variable واحد فقط اللي هو الاكس. يعني دائما راح تشوفون هنا هسه هذه هنا النظرية الأولى، الثانية، الثالثة، كل الإدخالات هي أما تكون اكس وإدخال آخر، أما يكون logic 0، أما يكون logic 1 أو اكس نفسه. فأول 8 نظريات راح تشوفوها بالمحاضرة راح تكون تتكلم فقط عن variable واحد، وهو مسمي لك إياه هنا بال variable x. فأول نظرية راح نشوف إذا كانت عندنا بوابة and. هذه بوابة and، ووحدة بها طبعا إدخالين، وحدة من إدخالها x والثاني يكون صفر. فأيا كانت حالة الإدخال اللي اسمه x، سواء كان logic 1 أو logic 0، فبالتالي طالما هي راح تكون مضروبة في صفر، فبالتالي دائما الأوتبوت راح يكون صفر. فإذا النظرية الأولى theorem 1 إنه x لما أي شيء اسمه x، سواء كان صفر سواء كان واحد، طالما الإدخال الثاني هو صفر فالأوتبوت راح يكون صفر. إذا هذه بالنسبة إلى الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا x وأسوي لها and ويا من؟ ويا الواحد. فهنا بهذه الحالة نرجع إلى نظريات الضرب الاعتيادية. يعني إحنا بالحالة الاعتيادية من أضرب قيمة في واحد بالتالي تطلع القيمة نفسها. فهنا أيضا x and واحد راح يكون الأوتبوت هو x، واضح إن شاء الله. بالنسبة إلى الحالة الثالثة أو الثيورم الثالثة اللي هي لما يكون الإدخال اسمه x، تلاحظ هنا ماخذ من عندها نود، ومن نفس الإدخال خال الإدخال الثاني أيضا يكون x. فهذه شنو تفسيرها؟ هذه تفسيرها انه هذا الادخال x اذا كان واحد مثلا، هو واحد وينضرب في واحد فالاوتبوت هو واحد، واذا كان هو صفر وينضرب في صفر فالاوتبوت هو صفر. فبالتالي انت ايش ما راح تخلي بجهة الادخال راح تكون نفسها هي بجهة الاخراج. فاذا تلاحظون هنا كاتب لكم اياها، حناخذ اول ثلاث نظريات. الثيورم الأولى if any variable، إذا أي variable is and يعني تم عملية وضع بوابة and، فبالتالي هو هذا ال variable أو هذا المتغير راح ينضرب بالمتغير أو بالإدخال الثاني اللي هو صفر. يعني عندك variable الأول اسمه x والإدخال الثاني اسمه صفر، فإذا أي شيء ينضرب بصفر فهو صفر. وهذه هي النظرية الأولى، أي شيء ينضرب بصفر فهو صفر. بالنسبة للثيورم الثانية if any variable is and with 1، إذا أي variable and with 1 فبالتالي الأوتبوت هو شنو راح يكون؟ ما راح يكون 1 بهاي الحالة، راح يكون ال variable نفسه، لأن يعني أي شيء ضربه في واحد هو واحد. هذه بالنسبة لل theorem 2. theorem 3 if any variable is and with itself، إذا هسه سوينا له anding ويا من؟ ويا نفسه اللي هي هذه، هذا ال variable سويت له and ويا itself، فالأوتبوت شنو راح يكون؟ الأوتبوت راح يكون ال variable itself. هنا موضح لك إذا أنه مثلاً x مثلاً تساوينا صفر، فبالتالي صفر في صفر هي صفر، وإذا x تساوينا واحد فبالتالي واحد في واحد يساوينا واحد. فإذا x الإدخال الأول في x الإدخال الثاني يكون دائماً هو ال x نفسه. نجي هسه إلى الثيورم الرابعة اللي هي هنا تقول if any variable x multiplied by its inverse then the output is always equal to zero. نجي وينها؟ هذه النظرية الرابعة، هذه x هنا راح يخلي الإدخال الثاني هو نفسه x لكن يدخل على inverter وبالتالي يدخل على بوابة and. فإذا صار هنا شنو عندي؟ صار عندي x وهنا عندي x complement. فلو فرضا كانت ال x هي واحد، فبالتالي هنا ال complement مالتها شنو راح يكون؟ صفر. فإذا واحد and zero ال output zero. لو كانت بالعكس، لو كان ال output هنا أو ال input هنا ال x هو صفر، يعني هنا كان عندي logic zero، فزيرو وهنا بعد الانفرتر راح يكون واحد، فزيرو اند واحد فايضا الاوتبوت زيرو.
فسواء كان الاكس صفر سواء كان الاكس واحد فبكل الاحوال راح يكون الاوتبوت زيرو. هذه هي ثيورم 4. بالنسبة الى ثيورم 5، if any variable is added with zero it will not affect the output. The output remains as the input. اذا هسه اذا هذه ثيورم 5، هنا هذه جهة الاند، هنا راح نحكي بها على جهة الاور. إذا أي variable سويت له أورينج، هنا أنا عملية شنو؟ عملية جمع، لأن هنا أنا يا بوابة راح نستخدم بوابة أور. فإذا أي variable X إذا جمعته ويا الصفر، أي قيمة أجمعها ويا الصفر هي الـ X نفسها، يعني ما راح تتأثر. إذا X جمعتها ويا الواحد، فإحنا شنو نقول بجدول الأور؟ دائما شنو نقول بالتروث تيبل مالت الأور جيت؟ نقول أينما يكون الإدخال واحد، فبالتالي دائما راح يكون الأوتبوت واحد. فإذا ما راح يتأثر بالإدخال X، طالما هنا عندي إدخال اسمه واحد فدائما الأوتبوت واحد، بينما هنا الإدخال صفر وهنا X فالأوتبوت راح يكون تابع لمن؟ تابع للإنبوت X. شنو حالة X؟ إذا كان صفر فالأوتبوت صفر، أور صفر فالأوتبوت صفر. إذا كان X واحد فواحد، أور صفر فالأوتبوت واحد. فإذا هنا بحالة إنه الإدخال الأول X والثاني صفر، وهنا بحالة الأول X والثاني واحد. هذه بالنسبة إلى ثيورم السادسة. الثيورم السابعة، if any variable is ordered with itself، إذا هسه الأورينج سويت له ويا من؟ ويا العدد مع نفسه، يعني الإكس والإكس إكس أور إكس، هذه يكتب لك إياها بهالشكل هذه. فالأوتبوت إذا كان جرب، إذا كان إذا كانت إكس صفر فصفر، أور صفر فالأوتبوت صفر، فإذا الأوتبوت هو نفس الإنبوت، يعني خلينا هنا صفر، الأوتبوت أيضا طلع صفر. إذا كان الإكس يساوي واحد، واحد أور الواحد فالأوتبوت واحد، فبالتالي الأوتبوت جاي يعتمد على الانبوت يطلع هو نفسه. بالنسبة إلى الثيورم الثامنة، if any variable X is added with its inverse then the output is always equals to واحد. هنا العملية معاكسة لما ذكرناه بحالة الآند. هسه خلينا نجي نشوف، إذا كانت X هذه X هي إحدى إدخالات بوابة الأور، والنفس هالإكس راح أوديها على إنفرتر وأدخلها إلى الإدخال الثاني لبوابة OR. فشنو صار عندي هنا؟ صار عندي X OR X complement. فإذا كان هنا واحد فهنا معناته صفر، فواحد OR زيرو الأوتبوت واحد. لو كان هنا بالعكس صفر صفر OR واحد فأيضا الأوتبوت واحد، لأن هنا طالما عندك عملية معاكسة، تخلي هنا صفر هنا يطلع لك واحد، تخلي هنا واحد يطلع لك صفر. فبكل الأحوال أنت عندك بالإدخال واحد وهي بوابة OR، فمية بالمية الأوتبوت راح يكون واحد. فهذه هي النظريات اللي هي خاصة بالبداية ببوابات AND، أربعة عندك بها AND وأربعة بها OR إلى جهة اليمين، وكلهم إذا تنتبه عليهم مثل ما ذكرت سابقا هي عبارة عن variable واحد. شنو أقصد بالvariable الواحد؟ يعني فقط X هسه حاليا، ما عندي إدخال ثاني، ما عندي متغير ثاني، المتغير المجهول الوحيد اللي عندي هو X. فهذه أول ثمان نظريات، هذه مطالبين أن أنتم تحفظوها، وإذا حتى لسهولة الحفظ أنت تطبقها عمليا، تأخذ كل حالة شلون هسه قبل شوية أخذناها، تطبقها صفر واحد، وإذا كانت طبعا وفقا للبوابة هي نفسها، وراح أشوف الأوتبوت فراح تشوف أنه راح تطبق بشكل طبيعي. هذه بالنسبة للأول ثمان نظريات المكتوبة عندكم. بعدين راح ينطيك هنا multi variable theorems. هنا راح يحكي على ملتي فاريبل، يعني هسه هنا حاليا راح يكون عندك اكثر من ادخال، كان يكون x y z الى اخره. فبالبدايه راح ناخذ اول ثلاث نظريات اللي هي راح ناخذ ثلاث نظريات اساسيه وتتفرع من عندها نظريات فرعيه. الاساسيه اللي هي الكوميوتيتيف لوز والاسوشييتيف لوز والديستريبيوتيف لو، هذول من هم؟ هذول اللي هي نفس الخاصيه التجميعيه والخاصية التوزيعية والخاصية الإبدالية. الكوميوتيتيف اللي هي الإبدالية، لما تقول X زائد Y هي نفسها لما تقول Y زائد X، يعني حتى احنا بالحالات الطبيعية بالجمع الاعتيادي لما أجمع متغيرين 5 زائد 6 هي نفسها 6 زائد 5، ما راح يأثر على النتيجة. كذلك الحال في عملية الضرب، فإذا الخاصية الإبدالية أول وحدة الكوميوتيتيف اللي هي X or y تساوي لنا y or x اللي هي ثيورم 9، وثيورم 10 نفس العملية بس بحالة الضرب اللي هي x and y هي نفسها ال y and x. فإذا هسه صار عندي multi variable انه هي اكثر من متغير،
من يقول لك الكوميوتيتيف لو لازم تفتهم انه العمليه اللي جاي تصير هنا اللي هي العمليه الابداليه. بالنسبه الى الاسوشييتيف لو اللي هي العمليه التوزيعيه، لما يكون عندك هنا اقواس سواء عمليه جمع او سواء عمليه ضرب، فمثلا هنا لما يكون عندك x زائدا قوس هو y زائدا z، هذه العلاقه او هذه العمليه مكافئة لما تقول تجمع الحد الأول x زائدا y وبعدين نتيجتهم راح تجمعها ويا z، وهي أيضا نفس الوقت مكافئة لعملية جمعهم ثلاثتهم اللي هي x زائد y زائد z. وكذلك الحال في حالة الضرب إنه x and y ونتيجة ضربهم and z هي مكافئة لحاصل ضرب ال y and z ونتيجتهم تنضرب في ال x، وهي أيضا مكافئة لحاصل ضربهم ثلاثتهم مع بعض. فإذا هذه الثيورم الاسوشييتيف. واخيرا عندنا الديستريبيوتيف لو. الديستريبيوتيف هنا انا مقسم لك اياها ثيورم 13A وثيورم 13B. هنا انا شويه راح يحكي عليهم بشيء من التفصيل ونطلع عليهم اكزامبلز. الديستريبيوتيف نفس الكلام اللي احنا يعني نذكره بالحالات الاعتياديه، لما عندك قوس وعندك عمليه جمع داخل القوس والقوس مضروب في فد متغير معين، كيف راح نتعامل معها كذا حاله؟ راح نقول الاكس مجرد انه انت راح تدخل الاكس على القوس فتصير اكس في واي زائدا اكس في زد، فاذا الاوتبوت هو اكس واي زائدا اكس زد. طبعا هنا اما يخلي نقطه بيناتهم دوت، اما يكتبها بهالشكل هذا فهي في كلا الحالتين تنفهم انه هي ضرب او عمليه اند. هنا مثال اخر، مثلا عندك قوسين دبليو زائدا اكس مضروب في واي زائدا زد، فهنا الاوتبوت راح يكون عملية توزيع الأقواس أو فتح الأقواس، راح ينضرب الحد الأول W في الواي زائدا W في الزد، بعدين راح تضرب الإكس في الواي زائدا الإكس في الزد. هذه مجرد إعادة للعمليات الرياضية السابقة. هنا ينطيك مثال، مثلا على سبيل المثال ينطينا A B complement C زائدا A complement B complement C complement، ينطيك مثلا هذا الحد ويقول لك بسط لي إياه. شلون راح تبسطه او simplify it؟ العملية الاولى اللي ممكن تسويها، اول شيء راح تقدر تطلع البي كعامل مشترك اللي هي البي كومبلمنت. تنتبه هنا اثنيناتهم لازم يكونون نفس العملية، يعني ما يصير تطلع الاي مثلا هنا اي وهنا اي، ما يصير نطلع الاي عامل مشترك. ليش؟ لان الاي هنا بدون كومبلمنت وهنا الاي كومبلمنت، فبالتالي راح نستخرج فقط البي لأن البي هنا كومبلمنت وهنا أيضا كومبلمنت. نفس الكلام بالنسبة للسي، هنا نشوف السي بدون كومبلمنت وهنا السي كومبلمنت، فإذا فقط العامل المشترك ما بين هذين الحدين هما فقط البي كومبلمنت، فراح تطلعها كعامل مشترك. شنو يبقى لنا؟ يبقى لنا الأي سي، هذا الأي سي زائدا الأي كومبلمنت سي كومبلمنت. وطبعا هذا الحد راح يتبسط بعدين بطريقة ثانية راح ناخذها بنهاية المحاضرة مالت اليوم إن شاء الله، بس هسه حاليا بس نريد نشوف عملية توزيعية كيف تتم. ينطيك أيضا هنا إكزامبل آخر، مثلا هنا عندنا الـ A B C زائدا الـ A B D، فهنا ممكن تستخرج أكثر من ترم، يعني هنا الـ A والـ B اثنيناتهم عامل مشترك بالحدين، فتطلع الـ A والـ B عامل مشترك، اللي راح يبقى لنا هنا هو الـ C فقط. ومن هذا الحد راح يبقى لنا الدي فقط، فبالتالي ايش راح يساوينا؟ يساوينا AB مضروب في قوس C زائد D. هذه بالنسبة إلى هذه النظريات الثلاثة بحالة المولتي فاريبلز، وما أعتقد بها فشي، يعني هي فشي مطابق لما ناخذه في الرياضيات بشكل عام. ننتقل الآن إلى إكزامبل أو العفو إلى ثيورم 14، وهي بها نوع من يعني الأهمية، أيضا هي يعني تابعة إلى المولتي فاريبل ثيورم. راح تكون x مثلا عندك x زائدا xy، يعني شنو معناتها؟ يعني مثلا تجيك فد معادلة معينة وبيها الحد الأول أو بيها فد إدخال معين، بعدين هذا الإدخال نفسه مضروب فد إدخال آخر، يعني هنا عندك x زائدا x في إدخال آخر اللي هو الواي. فإذا شفت مثل هيجي حالة، مثل هذه الحالة اجتك في معادلة معينة، فتلقائيا راح تقول اذا الاوتبوت راح يساوي لنا x.